الوزبة سالم بن سعيد بن مرانة، يا سلام خطفت الشلفة الفضية، خطفوها ابناء زعبيل. سلام يا المتحدي، سلام دولة الإمارات، تهانينا والناموس لسالم بن سعيد بن مرانة بن غدير. مشاهدينا الأعزاء حياكم الله في برنامج مع الفائزين، يسعدنا في هذه اللحظات أن نلتقي مع سالم بن سعيد بن مرانة الكتبي. سالم ألف مبروك فوز الوثبة، اختطافها للشلفة الفضية للعمانيات البكار. تستاهل خير وعافية. أبو سعيد وش سلالتها؟ سالت أبوها والجبار وما بتهملول. المتحدي الليلة فجرت التحدي كعادتك دائما، شو تقول بهذه المناسبة العزيزة والمناسبة السعيدة؟ والله الحمد لله، توفيق من رب العالمين، والوثبة طال عمرك مركضها في الشوط الرمز وهي ثاني على الرمز، واللي تكون ثاني على الرمز ولا ثالث على الرمز تكون مهلة للرمز. لكن الوثبة ما شفناها إلا في الأمتار القاتلة، بنقول الحساسة. والله هذا مركضه، هي الناقه ما تلحق الا في الكيلو الاخير، والحمد لله الله وفقها اليوم. سالم هل هناك مفاجات اخرى في هذا المهرجان ان شاء الله؟ والله احنا نقول ان شاء الله، يعني عندنا مطايق ابتداء وثنايا، توفيق عند رب العالمين. سالم بن سعيد بيض الله وجهك، وشكرا جزيلا للمتحدي، بيض الله وجهك. وجهك ابيض، والعفو، مشكورين.